المرأة لها دور كبير ليس في المجتمع فحسب، ولكن في قلوبنا جميعا. فهي العصب الحساس والشريان النابض ونهر العطاء المتدفق، يصلح بصلاحها المجتمع ويفسد بفسادها. فهي الأم والأخت والصديقة والزوجة والحبيبة. وفي يوم المرأة العالمي لابد لنا أن نهنئ أنفسنا بوجود كل امرأة أثرت في حياتنا، فكل الأوقات مع المرأة تصبح عيدا حيث يحتفي بها العالم ويشهد بمآثرها ويكرم عطائها التي لا تنتهي. فكل عام وأنتن في حياتنا بخير. في سياق التالي تتقدم لجنة مراسيم بتقديم أجمل برقيات التهاني بمناسبة يوم عيد المرأة العالمي. هذا الكون ولا منافس، ما غمضت العيون للوطن حارس. الجنة جوها تصير وباست رجلها، كبرت الأجيال لا ماكو منها. إلوق لي هذا العلو، حضني لبناء دفو، أستحق كل السمو أنا العراقية. حملت كل الحصان سمري أنا الأصل، ينظر بي المثل أنا العراقي. بتحداه واخذ قيادة، قول وفعل والله كل إرادة. محسوبة نص الناس وولد الثاني، خليني وين تريد أملي مكاني. كل إصرار وصبر للوطن أمضي العمر، أربي وابني واستمر أنا العراقية. مثل النخيل صبري عالشدة دليل،